السلام عليكم الاخوان والاخوات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا هو الفيديو اللي قلت لكم غنوريكم فيه ان شاء الله طريقه اولا موعد ديال العمل التطوعي، موعد ديال التاشيره ديال العمل التطوعي. بزاف ديال الناس ما عارفينش فين هو الموعد، كيفاش يمكن لهم انهم يحجزوا موعد مع القنصليه الالمانيه، كيفاش انك تحجز موعد لهذا العمل التطوعي. كنا هضرنا على العمل التطوعي في فيديو سابق اللي غتلقاو تحت الفيديو، تحت هذا الفيديو ان شاء الله في الديسكريبسيون غتلقاو هذا الفيديو اللي كنا هضرنا فيه على العمل التطوعي في البانيا، وعطينا الشروط ديالو وبزاف ديال الحوايج. شنو هو العمل التطوعي، التعريف ديالو، شنو يمكن لك انك تستافد منه، بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المعلومات على العمل التطوعي في المانيا غتلقاوها اسفل هذا الفيديو في فيديو اخر، اولا دخلوا لاشين وغتلقاو فيديو بعنوان العمل التطوعي في المانيا، فغتلقاو فيه بزاف ديال المعلومات على هاد المجال بالنسبه للناس اللي مهتمين بالعمل التطوعي. بعض الناس كانوا يسولوني على موعد ديال العمل التطوعي، بحال بقى لقاو جمعيات اللي يمكن لهم انهم يديروا مع عندهم هاد العمل التطوعي الى اخره، لكن بقى لهم الشيء الوحيد وهو الموعد، لانه الموعد ماشي سهل باش انك تلقى الموعد مع السفاره او مع القنصليه الالمانيه. الناس كيدخلوا باش يقلبوا على الموعد لكن ما كتعرفش فين هو الموعد ديال العمل التطوعي. دابا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنبين لكم فين هو الموعد بالضبط ديال العمل التطوعي في المانيا. كما كتشوفوا كتكتبوا دويتش بوتات خبات ولا قنصليه ولا الى اخره اللي كتبتو، يا اما كتدخلوا هنا كتدخلكم الصفحه الرئيسيه ولا ديال القنصليه، اولا كتمشيو لهذه هيا غابات اير كاتامين، هنا كتدخل نيشان للتامين. الى دخلتي هنايا مازال عاد كتبقى تقلب، كتهبط الموعد لتحت وهو عاد كتدخل معاه، المهم كتبقى تقلب عليه. من هذه هاي هنا كتدخل نيشان الموعد، يعني كليكو على ندخلو ليها. كما كتشوف بالنسبه للناسيونال فيزا، ناسيونال فيزا هي الفيزا اللي كتكون اكثر من 3 شهور، يعني الناس ديال الاوزبيتو، الناس ديال القرايه، الناس ديال التجمع العائلي، الناس ديال العمل التطوعي، الناس ديال الاوبير، هاد الناس كاملين كيمشيو للناسيونال فيزا، ما كيمشيوش للشنغن فيزا. شنغن فيزا فقط الناس اللي كيكونوا غير يجيو توريست لواحد المده ما كتفوتش 3 شهور، ما كتفوتش 90 يوم، يا اما توريست يا اما سياره عائليه يا اما خدمه اللي كتكون على حساب شركات كتجي وكترجع. فكاين بعض الخدام اللي بحال هكا كيكونوا على حساب شركات اللي في المغرب زعما، كتمشي وكترجع، فهذيك ايضا كتكون شنغن فيزا. المهم كتمشيو هنا، هادي فيها ستودنت وهادي الى اخره، هنا كتمشيو كما شفتو. كاينه الطريقه الاخرى اللي الى دخلتي اللي قلت لكم داك الاولى ديال الصفحه الرئيسيه ديال القنصليه، عاد كتهبط لتحت للتامين وعاد كتطلع وكتدخلك هاد البلاصه نيشان. دابا هاد الطريقه هادي ساهله، كتهبط نيشان التامين وكتدخل هنا. هنا كيما كتشوفوا هاد الاولى ديال الناس ديال التجمع العائلي الى اخره، الزواج، داكشي هادي ديال الطلبه. احنا فين هي اللي كتهمنا هذه الاخرى، اخر حاجه باش تعقلوا ليها مع الاوسبيلدوم، يعني الترمين ديال الاوسبيلدوم. بحال الناس اللي شادين ترمين الاوسبيلدوم راه هما نيت نفس الترمين ديال الاوبير، وهو هاد اف دبليو دي اللي هي باللغه الالمانيه اف في دي. هاد اف في دي كتعني فراي فيليجن دينس، هاد فراي فيليجن دينس يعني العمل التطوعي. هذا هو الترمين ديال الناس اللي بغاو يديروا العمل التطوعي في المانيا. يعني كتدخل هنا كيقولوا لكم ريجستريون في تامين في فيزا ثم اوات و اوات اوف نامون زونتيغ، يعني هادشي كامل. هنا بعض المعلومات اللي هما ساهلين، هنا كيقول لكم باللي راه غير غتجيكم زعما ملي غتسجل موعد فواحد الاجل ديال 30 دقيقه غيجيك واحد الايميل بانك راك تسجلتي في الموعد ديال كذا وكذا، ومن موراه من بعد واحد المده عاد كيجيك واحد الموعد اخر اللي كياكد بانك راك انزع عندك الموعد زعما بالضبط، انزع عندك الموعد. هذا كما قالوا كيجيك الريفيرنس نوما، هذا اللي هو كيجيك زعما رقم الباسبور ديالك هو صحيح، سميتك هو صحيح، كل شيء، المهم تاكد بانك راك حجزتي واحد الموعد معاهم. والايميل الثاني من عند القنصليه كيجيك بالضبط بالتاريخ بالنهار بالساعه معاش. المهم كتمشي هنا نويا تامين،
الناس اللي يكونوا بالفرنسي ولا باي لغه فكتمشي هونيش على هاد البلاصه، اما هنا لتحت ولا الفوق. هنا كترجع هادو، كترجع هادو، كتمشي نيشان تيرمين نوفو رونديفو، كتمشي هنا كتعمر مسائل اللي هما ساهله، ناخ نعمة، الاسم العائلي، الاسم الشخصي، الايميل، وردوا البال الايميل بانه يكون صحيح، لانه هو من اللي كيتواصلوا معاكم فيه. الا ما عقلتش في الايميل غيجيك الرونديفو، انت ما غتكونش سايق خبر بان راه جاك الرونديفو. جيبو ستاتهم هو تاريخ الزياد، داكشي علاش هما عاطينكم هنا الايميل المره الاولى والمره الثانيه، باش حتى الا كنتي درتي شي غلط بسيط في الايميل كتعاود المره الثانيه وكيعطيك باللي راه كاين خلط، ما كيكونوش كيتشابهوا. الجيبو ستاتهم هو تاريخ ازدياد، باس نوما توردوا ليه البال، هو الرقم ديال الباسبور، رقم الباسبور ديالكم، راه كل واحد عنده رقم باسبور، كيكون في الباسبور في جوج بلايص، كيكون فيه ارقام وحروف باللغه الفرنسيه، كيكونوا فيه ارقام وحروف. هنا الفيزا كاتيجوري، هنا كتختاروا، هنا كتختاروا واش ابايت اوف نام، ابايت اوف نام يعني الا كانت عندك كونترا غتمشي تخدم يعني ابايت اوف نام، ولا اوس بيلدونغ، ولا اوبير. هنا بالنسبه للاوبير وبالنسبه للفخافي دينس بجوج عندهم نفس الموعد، ولا هنا ابايت بلات زوغ، ولا هنا شبخاخ كوس، ولا هنا انا كينونس ماس نام. يعني شبخاخ كوس بالنسبه للناس اللي كيبغيو يمشيو لالمانيا باش يديروا فيها، باش يديروا دروس ديال اللغه الالمانيه، كاين هذه الفيزا. بزاف الناس كيسولوا عليها كاين هذه الفيزا، غير هي صعيبه شويه باش ان الناس باش انها تتقبل. المهم كتختاروا ديك الساعه اوبير فخافي دينس، هنا كتكليكيو على هاد اللعيبه هادي باللي راه كتاكد ليهم على ان المعلومات كامله يعطيتي صح، ومن هنا كتجي كتكتب هاد الشهاده اللي مكتوب هنا. الا بانت لك هادي انها ما واضحاش كتعاود دير وحده اخرى بحال هكا، كتطلع لك وحده، كتطلع لك وحده اخرى، وكيبقاو المعلومات اكثر، كيبقاو المعلومات هنا كاملين مسجلين، كتطلع لك وحده كتكتبها. ملي كتكتب كدير سبايشان، ملي كدير سبايشان الساعه كيصيفط الموعد ديالك، لو كتكون هكا حجزتي الموعد وكيردوا عليك من بعد انت عندك الموعد. كان هذا هو الفيديو الاخوان، كان هذه هي الطريقه ديال التسجيل ديال الموعد بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا عمل تطوعي في المانيا. الناس اللي سولوا على الفيزا شنو هما شروط الفيزا، غتكون ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.